يا مركز تختار؟ مهاجم. ماذا جاء في مركز المهاجم؟ مثلك الأعلى محليا وعالميا. محليا كابتن حسين سعيد وكابتن يونس محمود. عالميا. عالميا رونالدو. يا رونالدو الظاهر البرازيلي. زين، حسين سعيد ويونس محمود اثنينهم مثلك الأعلى كلاعب مهاجم، منو الأفضل حسب رأيك؟ منو اللي مستواه تراه؟ انت ما ملحق على حسين سعيد، انا ما شايفه بس شايفه بالمقاطع ويسولفوا لي عليه والامور كلها، يعني ادربيه، يعني هم سيناتهم هدافين. اتوقع هو الهداف تاريخ المنتخب الوطني كابتن حسين سعيد، الامور تحياتنا له. كابتن يونس محمود يعني هم جيد. كمواصفات مهاجم وانت مهاجم، ايهما تشعر افضل؟ هذا مو انتقاص من الاخرين بس هو كمستوى. ما أنا وجهة نظر يعني كابتن حسين سعيد. حسين سعيد أفضل من يونس كمهاجم هداف. طيب.